رايكم شو بيتزاد رانا ولينا نتكلموا على البطوله الاسبانيه، بطوله اللي شنا اليوم مقابله شنا هدف في الدقيقه 93، هدف قاتل في الدقيقه 93. شنا كيفاش فالنسيا اللي نقولوا بلي اليوم فالنسيا المقابله كانت متكافئه، الشوط الاول الشوط الثاني كانت متكافئه. شنا كيفاش نسبه استحواذ، شنا 49 لفالنسيا 41 51 الايبار، شنا كيفاش 400 لي باس 410 لفالنسيا 433 الايبار. يعني كانت المقابله متكافئه في بعض الاحيان، بصح شتي لا شنا فرص ضائعه بريمير ميطون، شنا فرص ضائعه من جانب فالنسيا، فرص ماشي بزاف من جانب ايبار. شنا كيفاش المدرب مارسيليانو تورال تاع فالنسيا، التغييرات اللي دارهم في الشوط الثاني، تغييرات هما اللي كسر الحماس تاع اللعابه. بصح شنا كيفاش جوزي لويس كيفاش دار التغييرات، كيفاش عمل التغييرات، قرا المقابله خاصه الشوط الثاني وين قرا المقابله وعرف الخلل اللي داره المدرب تاع فالنسيا في وسط الميدان. فماك اللي نقولوا ايبار عرف كيفاش يستغل الخلل في وسط الميدان، وشنا كيفاش كانت النتيجه في الاخير، وين شنا المدرب الحارس تاع فالنسيا خرج بزاف اهداف، لاقى بزاف اهداف كما نقولوا نيتو اللي عمل مستحيل من اجل حمايه الشباك تاعو، لكن في الاخير شفنا كيفاش تلقى هدف في الدقيقه 93 رغم ان المقابله كانت رايحه تكمل 0-0، لكن شفنا كيفاش كما نقول لك الاحتراف واللاعبين المحترفين ما يستعرفوش حتى اخر دقيقه يستعرفوا بالصفاره تاع الحكم. وين شفنا خوسي غايا تاع فالنسيا اللي ضيع اليوم ضيعوا مرتبه للمشاركه في الادوار الاوروبيه، ضيعوا اليوم خاصه خسروا السيمانه اللي فاتت، زادوا خسروا اليوم. يعني فالنسيا وين ايبار اللي تساعدها النتيجه باش تضمن البقاء تاعها اكثر واكثر، نتيجه مشرفه. وفانيك شفنا كيفاش جينسون اللي فانيك ضيع اهداف تاع فالنسيا في الشوط الاول في الدقيقه العاشره، الدقيقه خاصه ال 41 دقيقه اللي في الدقيقه ال 41 في بدايه الشوط الاول في 53 فانيك وين ضيع هدف كان محقق. رودريغو اللي فانيك ضيع فانيك اهداف فانيك محققه. شنا كيفاش من جانب ابرا فانيك ايبار اللي شنا كيفاش خوسي انجيل اللي فانيك عمل مستحيل، باولو فانيك بيدرو ليون ما وين شنا مارك كوكارل اللي فانيك ضيع فانيك اهداف، روبن بينيا اللي فانيك ضيع اهداف خاصة في الدقائق في 70 في 71 في 73 خاص قلت لك 73 63 دقيقة اللي ضيعوا اهداف. شنا تشارلز اللي في 93 سجل هدف الفوز وقتل احلام فالنسيا في العوده في النتيجه خاصه في الوقت الميت. هذا هو الاحتراف، لا الاعتراف بفريق كبير فريق صغير، لا الاعتراف بالكلاسمون اللي راهم فيه، والو العب بالتيره 90 دقيقه مد واش عندك، هذه هي وصحيتو ربي يحفظكم.